بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه الباور، الباور لازم يشتغل دوت. شغلنا الباور هناك، بعد كده جينا فتحنا البرنامج ستارت، وبعد كده اتاكدنا ان شفنا الاف اب هل شغال ولا لا. لو مش شغال هنعمل ايه؟ ريست، ريسيت، صح؟ طبعا هو كده مش شغال، صح؟ لا اعمل كم خطوه؟ 3 4 5 6 بس نعمل ريسيت كده. ها، اعمل ريسيت بعدها، اعمل ريسيت بس عشان كده. اعمل تاني كده مره ثانيه اف اب. اي بص، مش لازم نسيت، هي واحده بس تكفي، صح؟ ان اسمع الصوت دي، سمعت الصوت دي تصفيق. البامب الاولانيه، البامب الاولانيه دي اللي بتعمله ان هي بتبتدي تشتغل ببساطه جدا، وبعدين بعد 5 مرات بتدخل البامبات، بتدخل البامب اللي بعدها. كل خمسه تدخل، كل خمسه في السادسه بتدخل بامب. فاضرب، انت ضربت واحد، اضرب كده على الاب برضو، صح؟ على الاب. 2 3 4 5 6 6 6 6 6 يعني 6 و 6 6 بتشتغل، 6 بتشتغل اللي بعدها، بتشتغل اللي بعدها كده. داخل عندي بامب دلوقتي، ممكن نعد 6 كده، عد 6 هتدخل بامب ثاني دلوقتي. طب يلا نعد كمان. ايه فابا؟ 1 2 3 4 5 6. تمام صح كده. يبقى كده عايز ادخل بامبات. انا كده بامبين، لازم اعد، مش لازم اشغل كله، انا عايز اكتفي بده كده. انا كده ما شغلش كله، ان البامبات شغاله على 17.5. هدي انا في فلو طالع جامد. طيب. عايز اقلل تاني او اخرج واحده؟ الميه هناك اهي، اخرج واحده منهم. اعمل ايه بقى؟ اف داون. يبقى عايز انزل اخرج بامب منهم. هنخرج واحده، عايزين الفلو. الفلو عالي مره واحده دلوقتي. عايزين نخفض الفلو. 1 2 3 4 5 6 داون. واحد اثنين كده. في اثنين، كله فصل، صح؟ تمام. عايز افتكر حتة البوابة، عايزين نفتكر حتة البوابة. ماشي نعم. ايوه، احنا قلناها قبل كده، بس العلامه الحمراء تحت خالص اهي، عشان تتاكد ان البامب واقفه، ما هيش شغاله العلامه الحمراء تحت. تمام. وهنا برضو تحت، خلاص. يبقى الباقي كله كده ماشي. تعالى بقى شوف بقى البامب رقم واحد اللي هي لما بتدخل وهي بتخرج، العلامه الحمراء فوق اهي، فوق لسه، هي دي شغاله، طلعت فوق. صح. اضرب عليها كذا مره لحد ما تقف، خليك واحد هنا ماشي، واضرب عليها كذا مره لحد ما تقف. عشان شوف اف داون. اف داون ده كمان. تمام شفت نزلت ازاي؟ تمام. طيب كده كده يا باشمهندس، موضوع الجيت بقى. الجيت لو مفتوحه دلوقتي، الجيت مش السلوب. لو انا هي مفتوحه دلوقتي عايز اقفلها، هي مفتوحه دلوقتي اهي. بص، جيت كلوز. جيت كلوز، تعالى كده. طيب دكتور احمد، ايوه، يعني الوقت هنعمل جيت كلوز. الجيت كلوز هل بيبقى بميول معينه؟ انت ممكن تقف عند حد معين. تعالى هنا كده تشوفها من هنا، اهي بتتحرك. لو قفلت، لو عملت، لو دوست عليها مره ثانيه، اعمل ستوب او دوس عليها مره ثانيه بس. يعني بص يا دكتور علي، انت الاول دوست على الجيت قاعد يرفع يقفل فيها، اول ما دوست تاني وقف. فعلى حسب الميل اللي انت عايزه. لان الميل اللي انت عايزه بيعتمد على ايه؟ على كميه الميه اللي انت عايز تشوفها ارتفاعها هنا. الميل ده موجود على الثاني؟ لا، الميل ده مش موجود، انت حاسس بس ما بتشوفش. انت ممكن تشوف الميل من ناحيه ايه؟ من ناحيه المكان ده مثلا، عايز تشوف اللاين ميتر، عايز تشوفه تاتش حاجه معينه. تروح موقف الايه؟ الارتفاع اللي انت عايز بيه الميه، بترفع الجيت لغايه ما ايه نوصل. بس الاول احنا دوسنا جيت ايه يا دكتور علي؟ اوبن. جيت اوبن دي تفتح كده، بتفتح كده، تفتح البوابه، هتفتح خالص كده اقفل. أيوة. وبعد كده ايه؟ اقول جيت كلوز، اشتغل ارفع فيها لغايه المنشور اللي انا عايزه، وبعد كده ادوس تاني. تمام كده، بس كده الجيت.
طيب. يبقى اف اب واف داون عرفناها خلاص. واف اب واف داون بدخل البمبات بدخل عشان لما تهتقرا في المانوال يقول لك دخل البمبات انتروديوس ذا بامب جيت اوبن جي اوبن ليه جيت اوبن افتح البوابه اقفل البوابه تمام تمام طيب. فضل بقى السلوب السلوب اهم حاجه هنا الزيرو والبي هاي لازم صفر صح. انت اول ما تشتغل بس اكتب لي مثلا ايه السلوب 10 تمام خد بالك السلوب 20 طب احنا قلنا اقصى سلوب اب في 40 وفي اوميجا كده ده تمام داون ما عندك ماينس 100 فاحنا لما هنقول مثلا ان احنا عملنا 10 ونسيته لخبطت الدنيا اقصى سلوب ال 40 تقصد ال 40% يعني 40 اه لا هي كلمه 40 اللي هنا اهوت 40% خبصيتك هي تقريبا بتساوي كل واحده تساوي بتساوي تساوي تساوي سنتي او حاجه زي كده تقريبا حاجه زي كده احنا حسبنا بس انا قصدي يعني ده الرقم المطلق ال 40 يعني ده المطلق ال 40 اللي انت الرقم اللي بقول لك 40 و بلس 40 بلس ماينس في اللي هو في الاسلوب هاي ده تمام تمام انت دلوقتي عملت 10 وبعدين غلط او الطالب غلط وعمل سوري ريسيت انت عارف انه 10 فال10 دي بقت ايه بقت الزيرو الزيرو بتاعك بعد كده تعال اعمل ناقص 10 واعمل ريسيت خلاص طبعا هترجع للصفر الصفر هنا هو الصفر الاولاني خلاص الصفر الاولاني يعني يبقى لو كنا نعرف نعالجها يعني أنا مثلا أنا مثلا أنا عملت انا عملت مثلا 10 هنا ماشي 10 لا ما كتب 10 بعد كده ايه 10 لا بالسهم هيطلع لي ولا هي لا نملك بس كان مقفول او كتبنا مثلا 10 صح كده وبعد كده قلت له ايه بنقول ابدا يعني مثلا هنا 10 اوتو بعد كده اقول له لازم اقول له اوتو تبتدي تبتدي ال10 دي انا عايز اعرفها برضه ال10 دي ده عكس الجرافيتي صح عكس الايه الجرافيتي عكس الميه ال10 عكس الميه كده ايوه الله ينور عليك تمام الماينس الماينس مع اتجاه الميه تمام حلوه واضح تمام وال10 برضه هنا يصبر 10% عاش يعني واحد من 10 الاسلوب كله ولا الهايت لان هنا مكتوب اس بي هايت اسلوب دي ممكن في المانيوال نعرفها بس لو حضرتك تعرف الاسلوب هايت لو حضرتك يعني تعرفها الاسلوب هايت يقصد بقول لي هنا الهايت 10 يعني هل مدي لي بقى هنا يعني الاسلوب انا عارف ان هو السيتا اللي هو التاني لا هو بيوصل مع صدق مع دكتور انا كده عندي الصفر كده بقى اسلوب ما انا فاهم ايوه بس يقصد ال10 انا قصدي اداني رقم الاسلوب ولا من ارتفاعه الراسي ارتفاع الراسي ارتفاع الراسي طبعا وانا اقسمه على طول القناه اجيب مين اللي هو الميل يعني انا احسبها بقى صح كده دي حل... دي او في المانوال طب وهتقلي بقى المانوال بقى دي المانوال دي اعرفها من المانوال مش موجوده في المانوال بس والله مش موجوده بس انت انت جبت حاجه انا ما ايوه نقصد احنا ايه نقصد احنا ايه الميل ده العشرة اللي رفعنا بيه انا بقول له هل من اول القناه هنا لغايه هنا ماشيه الارتفاع بيجي 10 هنا يعني زيرو هنا و10 هنا صح كده تعمل شمال 10 اعمل لي 20 وتعالى معايا حضرتك الاول نعمل ريسيت ولا ايه الاول ارجع ارجع ال10 دي تاني ارجع اقول له ايه روح نعمل صفر 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 الاول اهو وبعد كده اوتو تاني اوتو تاني اوتو عشان يرجع تاني للصفر بتاعك تعالى كده بسرعه معايا وبعد كده ريسيت ولا لا مش بس تعالى معايا بسرعه ايوه اهو ده بيتحرك تمام يعني شوف ده دول القناه كلها ده اللي اتحرك اهو واضح والاخير واللي هنا طبعا اللي هناك اكتر سرعه من اللي هنا لان الارتفاع من عند من هناك طبعا انت عارف كل ما بعد فاهم هنا يبقى اذا اللي فهمته انا الاول كانت هوريزونتال صفر هنا ارتفعت 10 10 10 ايا كانت الوحده 10 ملي 10 سنتي وهنا زيرو وده ان بتوين فكده على الطول ده في ارتفاع 10 فالطول ده لو عندي وعندي ال10 دي اعرف اجيب السلوب بتاعي ده بس طول القناه معروف احنا عندنا كام 12 ونص 12 ونص ده عندنا 12 ونص يا دكتور علي 12 ونص متر 12 ونص متر وهنا 10 ايه زي ما اتفقنا هتبقى 10 بالنسبه لطول القناه كنسبه منها صح كده ده اللي انا فاهمه مش فاهمه بس هي ال10 فعلا وحدتها ايه سنتي ولا ملي لانه هتفرق معايا انا عارف 12 ونص متر ده الطول الارتفاع ده 10 ايه بالظبط هل 10 سنتي فلو 10 بس الكتالوج حضرتك قلت هتبعته لي بس الله يخليك حاضر معلش فلو 10 سنتي هعرف اجيب السلوب بتاع القناه بتاعتي لا مش 10 سنتي مش 10 سنتي بس كل 10 فيها معادله يعني 1 سنتي كل 10 بتساوي 1 سم بس هتاكد لك الشباب تحسبوها احنا جينا في مره حسبناها يعني كانت موجوده في المنهج قعدنا نحسبها لو 10 اسمها كام 10 تمام هي دي بس اللي المانوال يعني
كل حاجة من دول لازم تكون مكتوبة فيه. المفروض تكون مكتوبة موجودة في المنيو كل حاجة. لا لازم الناحية دي موجودة. تمام. عملت ريسيت يا دكتور علي؟ طيب أنا عملت صفر اهوت. عملت ريسيت على الصفر. عملت ريسيت. دي كده رجعت لوضعها الطبيعي. هنحط ماينس بقى ماينس 50 بس. ماينس 50 وقول له ايه؟ اوت. كده هو هناك 50 عالي؟ لا هيبقى هو هناك؟ دايما بيقل وبيرتفع من عند هنا كده. القناه كلها بتعمل كده. يعني هناك الصفر وهنا ماينس 50. يعني هقول لك على حاجه. ده البيفوت بتاعي. فهمت خلاص خلاص. كده كده. ده ده كده هنا. ايوه يا دكتور عادل. كلها بتطلع لانه الانتيك هنا دخلت المايه. فهنا هينزل 50. صح كده؟ اه بينزل بس بينزل بكلها. ما انا عارفين عشان كده نجيب السلوب كله. ماشي. من صفر لماينس 50. طيب انا كده اقول له ايه؟ قلت له اوتو. لا لسه ما خلصهاش هو. خلص وبعدين رجعها الناس. بعد كده رجعها زيرو. زيرو. واعمل اوتو تاني وبعد كده ريسيت. واهم حاجه ارجع الحاجه زيرو، بعد كل حاجه زيرو اوتو. اوتو وبعد كده ريسيت. زيرو اوتو ريسيت. حلو حلو. تمام. نسينا لسبب ما. هنعرف احنا كنا كام؟ عند ناقص 50 وعملناها ريسيت، يبقى هنحط بلس 50. بلس 50 عشان نرجع لل نرجع للست. صح ماشي. لكن طبعا ما فيش حاجة تخلينا فرضا يعني الدنيا عكت، فحاجة تخليني اوايم من هناك الحتة دي. الحتة دي بقى اللي هي دي اللي بقى لحضرتك السنسورز اللي هو اللي حمرة دي الحتة دي مهمة عشان ايه؟ ايه صح مواد مهمة. مرتبت كل حاجة، نسينا كل حاجة. كل اللي يهمني انك انت ترجع لي ده يمس هنا وينور هنا. استنى بقى لما يرجع بقى. ما انا خليني هنا عشان اشوف الحته دي. ده يلمس ده هينور بالظبط. وهينور ينور فين؟ هينور هنا هتبقى فيه نور. طيب ماشي. احنا المفروض يعمل دور وقت هنا كده. هو بينزل الوقت هنا. بينزل هنا. بينزل. ولما هنرجع البلس 50 لما نرجع البلس 50 لما نسيب نحط زيرو هيرجع تاني ينور. احنا دلوقتي نازلين كل شويه بنزل دلوقتي. ايوه الماينس 50. الماينس 50 احنا كده. احنا ممكن نعرف الماينس 50 كام دلوقتي؟ هو احنا عملناها بس شكل. ممكن تبقى 5 سم فعلا. يعني بقول لك ايه كده؟ ممكن ال 10 بواحد. ده تاخد وقت تقريبا. لانها 50. نروح هناك نرجع. ثانية واحدة يا دكتور احمد، ثانية واحدة. 50 5 سم هتيجي 5 سم. 5 سم بس انا قصدي يعني ايه عاديات اللي عايزين نعرفها. طب بص اروح ارجعها. طيب ادوس صفر اوتو. ثانيه واحده. صفر واوتو. يجي يا دكتور علي ولا ماشي مش كده الواحد عاد بينسى اصلا اسمه في الكليه دي. فيديو ده التاريخ. صفر ثواني نشيل الكلام ده فين ديليت هنا دي ادي صفر صفر وبعد كده ايه أوت. يلا نروح نشوف هيعمل ايه. حضرتك بيرفع. ده طبعا ديال اهو. دي بتلف كده عشان صح يكون زمان يقول كده عشان المسمار ده يبقى بالظبط في نص البليت هنا صح وفي نور وعينور وبرده دي تنور اللي هو الجزء اللي هنا. بيبدا الزيت اهو الزيت الازرق اهو بيبدا يطلع للمسمار ده عايز نشوف السنسور ما هو يبان دلوقتي
كده نعرف نظبط الصفر بتاعنا لو في مشكله. ضوء اهو ضوء يا دكتور علي، في اضاءه هنا. تمام يبقى كده وصل اهو لسه وبقى. لما يبطل لما يبطل اهو وده النور كده النور منور كده ايوه يبقى من الاخر اظبطها من هنا لو في اي حاجه رجع اعمل كده واعمل هناك صفر صفر اوتو صح كل اللي هيحصل هتعمل تباديل وتوافيق انا قصدي لو لقيته هنا نازل نازل 3 سم يعني 30 اديه هنا 30 عشان يظبط كده وبعد كده صفر هو اهم حاجه ان بعد عملت القصه ديت وظبطته يدوي صفر صفر وبعد كده ريزيت صح يبقى صفر وبعد كده ايه نقول بقى ريزيت على كده خلاص صح ان هو ده بقى الوضع بتاعي اهو وبعد كده ايه بعد ما ظبطنا ريزيت يبقى هو الصفر خلاص ظبطنا كده خلاص كده نظبط بعد كده السمكه الاس بي 1 ولا عايزين نجرب الاس بي 1 الاس بي 1 اللي انا هروح لك هناك شغال لك واحد منهم استنى هروح شوف الحركات اللي هتظهر عن اللي هي من... لا دي دي, دي الالترا ساوند سوري ده البيتي تيوب لما 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 المايه تتحرك بيظهر وده الديستانس بتاعتها وده دي... وده لا ده البي تو او الديستانس بتاعتها مظبوطه الله يفتح عليك وبعد كده ده بتاع ال 12 وال 13 بتاع اللاين ميتر الاخير دوت بتاع الالترا ساوند الالترا ساوند الاس دي 10 يا باشمهندس 10 و11 و12 كانوا بتوعي 10 اللي هو الافقي الاس دي 10 و11 والاس دي 12 بتوع يعني انا قصدي في ثلاث مسافات الوقت ده كان احنا كنا نقول فين في اتجاه الافق والراس والكلام ده ولا يعني مثلا ده البيتو تيوب ثانيه واحده كده دكتور احمد دكتور احمد ده كده ايه ثانية واحدة بيحرك شايف ده بحاول احرك افقي خليته تو افقي في حاجة اللي هو الاس دي 10 والاس دي 10 ده بتاع البيتو تيوب الافقي طول افق البيتو تيوب طيب انا لو عايز افتح كده هنا وعايز الرأس يبقى تاني الرأس يبقى من فوق اهو بيعمل من فوق يبقى ده الرأسي وبيسمع في الاس دي 11 اهو في الاس دي 11 يبقى ده عباره عن تظبيط اللي هو الايه المسافه الرئيسيه للبيتو تيوب تمام طيب وطفل. تمام انا بقى اللي بعديه اللي هو الاس 12 والاس 13 بتاع الميتر بتاع دي طب الاس بي 2 الاس بي 2 كان بتاع قلنا بتاع البيتو تيوب الثانيه الاس بي 1 الاس بي 2 ده بتاع البريشر بتاع البيتو ما ينفعش لما تيجي الميه داخله في اتجاهها تمام تمام خلاص تمام كده طب الاس دي 12 و13 بتاعت ايه بقى بتاعت الاس دي 12 و13 بتاعت اللاين ميتر تمام كده الافقي الافقي هو اس دي 13 والراسي اس دي 12 ده بالنسبه لللاين اللاين ميتر اللي هو البوينت جيج يعني اللي هو البوينت جيج انت بقى لو انت شايف الوضع ده بتاع السليم اللي هو ده واللي عايز يكسر الصفر عايز يبقى الريفرنس بتاعي مثلا هو ده بعد ما اظبط اعمل هنا الصفر كده في عندك تيل يبقى لو الوضع ده بعد ما ظبطنا البيت تيوب والبوينت جيج افق وراسي على المسافات دوت عايز اخليها الريفرنس او الصفر في حاجه هنا بنبدا نصفرها بس يعني كده هقول ده الصفر بتاعي ده الصفر بالنسبه من تير سنسور اللي هو ده تير دوس عليه يبقى تير سنسور اهو هيظهر عندك الاس 10 والاس 11 والاس 12 لو عشرة. عملت ما تخافش دوس عليه 10 اهو دوس على اللي بعديه دوس على اللي بعديه دوس على اللي بعديه ارجع تاني للانالوج سنسور الانالوج كلهم بقى مصفر كده ده الوضع الصفر بتاعي بقى تمام تمام بالنسبه للوكيشن ده هو ده بالنسبه للوكيشن ده بالنسبه للوضع ده يعني هعتبر ديت ال... مثلا كده هو لا ما يفرقش يعني مش هتفرق معاك بس انا لو غيرته في الهوريزونتال او الفيرتيكال ده بيبقى الفيرتيكال معايا احنا كده صفرناه بقى بمعنى ذلك لو هتنزل قدام هيبقى مثلا قوس
طب معلش يا دكتور احمد كده بس حركه كده اما اشوف اللي هو بيغير فيه ده اللاين ميتر. اللاين ميتر بيغير فيه بقى. حرك الافق بتاع اللاين ميتر كده يا دكتور. لا ده انا عايز ده انا عايز العجل ذات نفسه يروح ويجي. انا عايز العجل ما هو بيفرقش. مفرقش؟ مفرقش. ما ده اللي الدكتور اللي كده سيبه مفرقش. لان السنسور اقول لك شوف هنا لا بتفرق طبعا. طب شوف اس دي 13 اس دي 13 اما ابدا احرك العجل بتاع البوينت جيج اس دي 13 اس دي 13 بتبدا تغير معايا. اما ابدا اغير مين؟ اما ابدا عندي هنا انقل البوينت جيج قدام او ورا. مش الحركه الافقيه اساسه نفسها للمسطره. طيب خلاص يبقى احنا كده برضو عرفنا حاجه ان ايه اس دي 13 اللي هي بتاعت ايه بتحريك اللي هي البوينت جيج ذات نفسها. طب لو انا عايز احرك برضو اللي هو الالترا ساوند او الكلام ده هل له برضو حاجه هنا؟ الالترا ساوند فيها نفس الالترا ساوند في اي مكان. بتشوف العمق. ما انا عارف. ما انا عايز مثلا اقول له ايه ده الصفر بتاعي اللي قست العمق عنده وبعد كده اغير. لا 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 هو ثابت. طيب ما تقلقوش في يبقى الاس دي 13 بس اللي موجوده البوينت جيج اما احركه قدام وورا. لا ما انا فاهم. لا انا مش قصدي اس دي 10 و11 ده اذا ما اتفقنا ديت للافق والرأس بتاع البيض التيوب. تمام. اسمها ايه 12 و13 ديت لمين؟ للبوينت جيج. تمام. افق والرأس بس مش تغيير اللوكيشن نفسه. تمام 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 يا باشمهندس. تمام. طبعا الالترا ساوند اللي انت بتحركه ده يا رب. طيب يبقى جيت اوبن. بعد كده بقى نشغل. تمام تمام خلاص كده اعتقد. وبعد كده مين زي ما اتفقنا اللي هو الديتا بس لازم نمشي المايه الاول صح؟ لازم نفتح المايه صح كده؟ دلوقتي انا افتح بس عشان بس اشوف بقى البتاع اللي هو الديتا والكلام ده والقصص دي ابدا اعلم مثلا على ده بس دي معروفه خلاص اعتقد احنا قلناها. انت بتسيف الداتا وبتروح حاططها في الفولدر اللي انت عايز. يعني مثلا انا كنت بس عايز اخد بس حاجه انا بس اخدها كده ماشي. يعني اقفل بوابه تاني ليه؟ لا 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 عايزينها مفتوحه عشان يحصل فيه سريان. طيب طيب ما انا ما حتى لو هي مقفوله نص نص ما هتجيب بس عايز نص عادي. نص مية. طيب يلا اف اب بقى ابدا اف اب. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. دي أول واحدة اللي هي الأساسية. شوف أنت عايز تقيس إيه هنا؟ اس بي عايز الاس بي لازم المية بتاعنا عشان تدخل في البي تي. لازم. يعني هي كده ممكن نبدأ تقيس أعتقد لسه مش واضحة صح؟ يبقى نقفل بوابة صح؟ كمان؟ ماشي. شغلنا بومب كمان اهو. اف اب ست مرات. اوقف البوابه خلاص. قفلت وقفت البوابه خلاص. لسه ازود البمب.
تمام كده. طب ابدا بقى يعني ايه نقيس بقى صح كده اس بي اس بي 1 ظهر عندك اهو الاس بي 1 اه تمام. طب الاس بي اس بي 1 والاس بي 2 الاس بي 1 اس بي 2 دلوقتي عندك السكيل عالي جدا نعمل ايه قلت لي بقى تقلل هنا صح هنا كام 64 تقريبا من 0 ل 64 لا 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 لازم تقول كام اكتب اكتب هنا حتى 100 اكتب هنا 100 100 هنا ماينس 100 وهنا 0 0 تمام وبعدين اه بدا يظهر عندي تمام لانه كان في الاول كده ده طبعا ايه ده عملت ايه انا بس شلت دي ما عملتش اي حاجه شلت بس دي اه والله عملت ايه يمكن المستوى هنا وصل لحاجه لا لسه لا انا فاكر فاكرك عملت ايه ايه المشكله بقى الخزان عامل ايه بقى السنسور بدا يقول له وقف عشان ما يسمع عشان ليفل قل عشان البتاع ما تدخل ما تاخدش هواء افتح الجيت شويه يبقى نفتح الجيت اوبن صح كده ده كويس انها اتعملت معانا بس لا 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 انا عايز بس الماء جاية جديدة فعلا بتوقع بره نعم خلاص كده اقفل خلاص اهو ما انا قفلتها اهو خلاص البوابه صح كده تمام كده انا قلت لك كلوز عايز كده كفايه تمام كده بس كده تمام تاني برضو نفس القصة ترجع تاني تعمل ايه فقط عشان تدخل البمبات دايما عشان انا دلوقتي خرجت من البمبات اهو تمام عشان ادخل في البمبات احسن بقول انا لما ضغطت على الاس بي هو اكيد الاس بي مش هيتوقف لا 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 انا بصيت هنا طيب يبقى ده البيت تيوب الاولانية التانية خلينا في الاولانية وده اسمها ده الاس دي 11 الاس دي 10 يعني عشان يبقى يجيب لي المسافة مع الضغط صح كده؟ وزي ما اتفقنا هنا صفر مثلا وهنا 100 انا لو عايز احسب مثلا هنا بدات هيد بالفعل انت داخل مين الاس بي 1 والاس دي انا عندي لسه دوبك 4 5 تحت انت قصدك عشان بتاع البامب يعني نفسها تمام تمام طيب وبعد كده طبعا ايه رسمنا العلاقه دي الاس بي مع الاس دي يعني الاس بي دايما الاس دي 10 والاس دي 11 صح تمشي معاهم اول اربعه مع البي تي تيوب اول اربعه مع البي تي تيوب اللي هو بريشر 2 بوينت فيها للبريشر وعندك الاس دي وال 11 11 ده كده كله مع بعضين كده بي تي تيوب سواء هنا او هنا كل الاربعه الاولانيين دول 1 2 3 4 تمام سواء هنا او هنا 1 و2 بريشر ودول بتوع بريشر وده ديستنس تمام تمام لكن الباقيين دول احنا قلنا اللي هو بتوع ال البوينت جيج اس دي 12 و13 بوينت جيج وبعد كده ديت اللي هي الاس طب طيب يبقى كده ديت البيتو تيوب اللي هي الاولانيه الضغط معاها صح اهو انا بس اللي عامل لي اشكاليه انه تمام خلاص تمام كده الطوارئ يعني هو في مشكله يعني تمام دلوقتي عملت مشكله ليه لا انا عملت مشكله كسرت طالب قفل حضرتك لاحظت ان في مشكله ما قفلت مره واحده مثلا من الطوارئ مثلا لا انا دوست على ده انت تم عامل طوارئ على طول تؤسف دوس على ده واخد بالك بتحرره ازاي كده ثم طلعه بره شده بره اتجاه السهم هو اللي بيحرره تمام اتجاه السهم هو اللي بيحرره تمام طبعا السيستم وقف
خالص. يبقى لازم الباور هناك ولا ايه؟ الباور لازم يكون هناك. لان هو بيخاف عليه. هو انا عامل ايمرجنسي. ايوه. في حاجه مشكله. طب شوف لما نعمل باور اللي هيحصل. رجعت البومبات زي ما كانت. ما بلاش اعمل ايه فقط. ايوه. هي كانت زي ستاند باي بس عشان تمام ما عملتش كده لان كانت ايمرجنسي قفلتها وطلعتها من الخدمه تمام في لحظات لكن لما عملت اب دخلت عندي دخلت على طول ايميديتلي من غير ما اعمل اف اب ولا كده تمام 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 طب خلاص كده يبقى ديت احنا انا اللي عايز اطلع الداتا عايز اطلع الداتا المفروض مش هي فيو بتعمل ستوب ولا سيف كده او كده سيف للداتا لازم تاخد الاول الانترفال اللي انت عايزه انترفال اللي هي البريود اللي هو عباره عن ايه الانترفال اللي هي كل كام مره هتبتدي تحسب كل كام دقيقه او كل كام ثانيه هتبتدي تحسب تيك داتا تمام هل فيها رينج ده ثانيه اللي هي ده بالثانيه هنا اما بالثانيه انت عايزها مثلا كل مثلا 30 ثانيه مثلا كتير طيب كل خمس ثواني وايه ده هنا ايه اللي هنا بقى احسن فينا 5 ولا 0 كم سامبل عندي قول له التيك داتا بقى كم سامبل يعني ايه توصل بيها سامبل يعني انا دلوقتي كل خمس دقائق هاخد سامبل سامبل عايز 10 مثلا لا ابدا بتسيبها هي بتكتب لوحدها بتسيبها زي ما هي وخلاص كل البريد وخلاص صح تيك داتا ما يضغط عليه ستارت سيفنج ولا ايه مش هو المفروض بيبدا ياخد جوه شغاله صح؟ وبعد كده اقول له ايه؟ ستارت سيفنج كده ديت لا رجعت كده بدا يشتغل صح؟ ستارت سيفنج ويبدا ايه؟ طلع لنا اكسل اكسل تمام يبقى سيف داتا تمام بعد سيف داتا ستوب وكواد سيف داتا وبعد كده ايه؟ كويت لا لازم تعمل ستوب الاول بس الاول نقفل البمبات ونقفل كل حاجه ونشوف كل حاجه بعدين نعمل ستوب ونقفل لا استنى ما تقفلش بس ماشي حاضر حاضر دلوقتي احنا عملنا كل حاجه تقريبا صح لكن في حاجه ما عملناهاش لسه ايه نعم لسه لحد دلوقتي افتح بابا شويه لان كده افتح بابا نطرح شويه اوبن افتح بابا الفليشن بامب عايز بقى انا في عندي هنا تراب ولا 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 ولا, ولا رمل ولا اي حاجه عايز اخده من هنا واخد بالك وابتدي احوله هناك عشان عمليه سيجمنت عمليه سيركليشن تمام هيحصل اطلاق دلوقتي عشان بس اوه ايه في نعم طب ده حصل ليه بقى؟ لا لان كميه الميه اللي كانت هناك كانت موجوده كتير جدا. طب لازم نفتحها مره واحده. نفتحها مره واحده. يبقى ديت طب ديت حل ازاي ان ممكن تعملنا مشكله بعد كده؟ ممكن ده نوع نزوده نو التانك ده اللي تحت نحط يعلى شويه لا نربطه في تانك تاني في الحته دي يا دكتور عادل الحته دي الحته دي نحط هاك ونوصلها ببعض بحيث يبقى لانه كده انا مش هستفاد بارتفاع القناه ده خالص يعني التمرين بالنسبه لي يوزلس ليه؟ لان كميه الميه اللي هتطلع ده هيتعبى بسرعه مش هيقدر يصرف هنا والسرعه انا عايزها عاليه مثلا يعني في جزء كتير هيبقى ويزل يعني غير يعني الارتفاع بتاع القناه كميه الميه يعني. كميه الميه من اول هنا لحد هنا مش ممكن يستوعبها التانك طيب واحد. ما احنا في حل كده اصل انا نفتح بشويش نفتح بشويش نشوف الميه نازل ازاي بس يعني نفتح ونقفل نفتح ونقفل بس بحيث لان نشوف كل كميه الميه دي مره واحده نازله على التانك مش ممكن كده مش هستفاد بارتفاع القناه اللي انا كنت محتاجه ده رقم واحد فانا شايف ليه ما نزودش التانك ده ونخلي هنا دبل تانك مثلا ده التصميم بتاعهم بس انا بقول لحضرتك انت دلوقتي انت خدت الارتفاع اللي انت عايزه بس خدت القرارات بتفتح شويه اظبط البوابه على الارتفاع اللي انا عايزه انا عايز ارتفاع كبير واقفلها اقفلها ما قدرت اتحكم لي بقى اما اجي خلصت ابقى افتتح يبقى الجيت هي لازم هي الاساس هي اللي اتحكم فيها تمام تمام طيب في حاجه ثانيه هنا لا لسه ما خلصناش تمام شغاله معاها مظبوط السيركيليشن بامب بقى لما يكون عندي سيجمنت عايز اشغلها اعملها ايه؟ السيركيليشن بامب؟ من اي بي 10 ثانية واحدة كده على بي 10 اي بي 10 ديت السيركيليشن بامب اللي هي بتاعت اللي هي السيدمنت صح؟ عشان اطلع السيدمنت اللي جاي معايا هنشوف هتعمل ايه؟
موجود في القناة من مية أي سدمنت تراب جاي في الحتة دي الأول صح؟ فأنا باخده زي ما بعضيه بس عملت له فلتريشن هنا عشان ده اللي دخل على التكات ماليش دعوة بيه. أنا لو شغلتها كاستان باي كمية المية كبيرة. ممكن سعد. ممكن طيب. بالأساس بنعملها برضه بس بقول لحضرتك يبقى دي الكنترول بتاعك هي محمولة عشان يبقى الـ AB1 10 ديت مش هتشتغل الا اذا كان في سيدمنت وانا بختبره. لا 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 انت ممكن تشغلها عشان ما يحصلش الفيدنج ده دي حاجه من لكن ممكن لكن, ممكن. لكن هي معموله عشان السيدمنت. تمام 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 تمام. لما الليفت بتاع هنا ممكن تقفلها دلوقتي. انا لو لاحظت في البوكس ده في سيدمنت كتير ساعتها شغاله عشان كده اتقفلت خلاص. طيب احنا دلوقتي عندنا سيدمنت وعايزين نحط سيدمنت. طب الجيت الوقت اقللها شويه. هي الوقت منوره على كلوز. ابدا اقفلها شويه. افتح شويه. افتحها شويه كده. طبعا كده صح. لازم نقفل ده الاول وبعد كده افتح دي. صح كده انت كده بتفتح. اوقف اصب المين البمب. لا تعال دكتور احمد نسمع بس. تعال انا مش سامع بس مش واخد بالي. الصب المين ما انا عاوز صب كلوز ولا اوبن. انا بس كده تمام. ايه كده خلاص. كنت من هنا وفيت من هنا عايز احطه مره ثانيه في القناه. احطه ازاي؟ السيدمنت من هنا. طبعا بناخده بظروف او اي حاجه او كده وبعد كده حاطينه فوق في الادوس اللي فوق. تمام تمام دي خلاص يا تمام. طب الفيدر اللي فوق ده هينزل منه البتاع ازاي؟ ما هو له اكيد في حاجه في فتحه. الماتور ده هيشتغل هنا ولا من هنا؟ من هنا يا دكتور عادل. من هنا كله من هنا. كويس. يبقى هنا الماتور اللي هو بتاع ايه هنا بيشغل السيدمنت. بيشغل السيدمنت تمام كده. الماتور اللي بيشغل اللي هو الادوس اللي هو بتاع السيدمنت ده برده من جهاز الكمبيوتر. عايز نحرك ده. في زرار لسه ما استخدمناهوش. ده وده وده استخدمناه كل ده صح؟ ايه اللي ما استخدمناهوش؟ ايوه صح هو ده اي بي اي ام 1 ام 1 تعالى كده اشغل. يبقى الاي ام 1 ده بتاع مين؟ الادوس اللي هو بتاع السيدمنت. ابدا اشغله. شغلت شغلت. بعد ما شغلنا باشمهندس من هناك انت هنشتغل هنا الموتور اهو صح؟ تمام وبيطلع تحط من هنا ويطلع من هنا صح كده؟ هي القصه بقى لو انا عايز افرش القناه بتاعتي بالرمل ماشي اكيد هحتاج تدخل يدوي في ظبط البوتوم الليفلنج بتاعي. هل دي يعني حد بيوقف كده يعني هو دي مش دي بس او مفيش سكيل هنا كان يساعدني فرش البوتوم بتاعي؟ دي بتبقى عباره عن حاجه بتتحط فوق هنا بعجل عجل هنا وعجل هنا ويبقى السطح بتاعها عارف اللي هو بيساوي مش عارف اسمها ايه ده اللي كنت عاملها في الماجستير عندي كان بتاع كده. دكتور احمد بص حته الوميتال 10 في تخانه سنتي او سنتي ونص ومعموله بايه بعجل يساوي الليفل بتاعي. ماشي يا دكتور علي خلاص كده تمام شغال اهو. انت عارف ان هو شغال من هنا او لو حضرتك رفعت نفسك كده شويه فوق شغال فعلا اهو شغال شغال هنا برضه وبرضه هنا برضه شغال. تمام ده مش فارق معايا انه لو حتى ما فيش سيجمنت اللي هو ما يشتغل ما يقف خلاص خلاص تمام كده. لسه في حاجه تانية في القراءات كده تمام ان شاء الله.